عليكم مشاهدي الكرام ومرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم الوصفة ديال هاد الكوكي جايون او لا الكوكيز العملاق اللي كتشوفوه قدامكم. كنت وجدته بواحد المناسبة خاصة اللي هي فطور جماعي كان بروغرامي في المدرسة ديال ولدي. اشترطوا علينا احنا الامهات اننا نوجد وصفات من مكونات اللي تكون صحية، يعني كتكون من دقيق القمح الكامل، دقيق الشوفان، المكسرات، يعني كل ما هو صحي. وبما ان الوليدات كيعجبهم الكوكيز ففكرت انني نقدم كوكيز ولكن بطريقة اللي تكون صحية، فبقوا معايا ان شاء الله حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا المكونات ديالو وايضا طريقة ديال التحضير. خليكم معايا حتى الاخر. بالنسبة للمكونات غنحتاجو على بركة الله 125 غرام ديال الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، غادي نحتاجو 120 غرام ديال السكر الأشقر، ممكن نمشي حتى 150، غادي نحتاجو 90 غرام ديال دقيق الشوفان، غادي نحتاجو 100 غرام ديال دقيق القمح الكامل مع معلقة صغيرة ديال الخميرة وواحد الرشيشة ديال الملحة، وغادي نحتاجو 100 غرام ديال الكوك فكيعطي واحد الإضافة يعني مميزة لهاد الكوكيز هذا. غنحتاجو الحبة واحدة ديال البيض وغنحتاجو حبيبات شوكولا فتقريبا بين 70 حتى 100 غرام كمية على حسب الرغبة. فبالنسبة للطريقة فكنخدمو هذيك الكمية اللي عندنا ديال الزبدة مع واحد الرشيشة ديال الملحة ومع السكر الأشقر اللي عندنا. بالنسبة للسكر الأشقر يمكن أننا نعوضه بسكر العادي، يعني ما كيش مشكل، غير هو سكر الأشقر فكيعطينا واحد الكروسيون الكوكيز ديالنا، يعني إلا كان متوفر فمن الأحسن نستعملوه، إلا ما كانش ماشي مشكل نعوضه بسكر الأبيض. كنخدمو كيف ما كيبان لكم، انا هنا اختاريت انني نخدم بالباتوري الكتريك ولكن لكم الاختيار، ممكن انكم تخدموه بيديكم عادي جدا. هنا غادي نضيفو ديك الحبة ديال البيض اللي عندنا واللي من الاحسن انها تكون درجة حرارة المطبخ، وكنستمروا في الخلط. فبالنسبة للطريقة ديال هاد الكوكيز فهي جد سهلة، يكفي اننا يكون عندنا كاع المكونات في لو بلان دو طرافاي ديالنا، وكنبقاو كنضيفو يعني مكون مورا مكون كما كيبان لكم. هنا غادي نضيف 100 غرام ديال الكوك وغادي نقص من السرعه ديال الباتر وغادي نخلطو حتى هويا مع هذيك الزبده والبيض حتى يدمج ليا، ومن بعد غادي نضيف دقيق الشوفان اللي 90 غرام كما قلت لكم. بالنسبه لدقيق الشوفان فانا فقط خديت حبوب ديال الشوفان وطحنتهم في 1 2 3 حتى حصلت على واحد الدقيق اللي خشن واحد شويه، هو ما تيكونش رطب بزاف ولكن ما عليش، يعني فهما هذوك الحبيبات ديال الشوفان كيكونوا بالنخاله ديالهم داكشي علاش غادي يجيونا شويه حرشين. فهنا من بعد ما تقال لي لو ميلونج ديالي زولت هذاك الباتور وغادي نكمل بايديا. فهنا غادي نخلط هذيك المعلقه صغيره ديال الخميره اللي عندي مع الكميه اللي عندي ديال دقيق القمح الكامل، وغادي نبدا نزيدها على الخليط بالتدريج، فلان الكميه هنا مضبوطه عندي ديال النواشف مع السوائل، ف يعني ممكن انكم تضيفوا الكميه ديال دقيق القمح الكامل دفعه واحده ماشي مشكل، راه هذاك هو القياس وغيجينا العجينه ديالنا يعني هي هذيك. فغادي نجمع كيف ما كيبان لكم غير باطراف الاصابع، وغادي نزيد واحد الكميه ديال حبيبات الشوكولا باش تجيني في الوسط ديال الكوكيز،
ونخلي واحد الكميه للتزيين. مجموعه الكوكيز ديالي، فغادي ناخذ اي مول عندنا، ممكن مدور او مستطيل على حسب الرغبه. هنا خديت انا هذا المدور، غلفته بواحد الورق خاص بالطبخ، وغادي نبدا كنسرح هذيك العجينه ديالي عادي كيف ما كيبان لكم، يعني بدون تعقيدات كنسرحوها هكا بحال الا كنقرصوا شي عجينه. ومن بعد نبداو كنسطحوا فيها باش يجينا الوجه مستوي، غنبداو كنسطحوها بالظهر ديال المعلقه كما كيبان لكم. غنستمر بهذه الكيفيه حتى نكمل ونرجع معكم. من بعد ما سويت السطح ديال الكوكيز ديالي، غادي نزينو بحبيبات ديال الشوكولا، اولا ممكن نزينو اي حاجه بغينا. انا هنا اختارت نزينو بحبيبات ديال الشوكولا، ف غادي نستفعلي دوك الحبيبات بطريقه اللي تكون شويه متناسقه باش يجيني الشكل ديالو زوين. ومن بعد غادي ندخلو الفران اللي يكون مسخن مسبقا، درجه حراره متوسطه، مشعول من الاسفل ومن الاعلى لمده تقريبا بين 25 و 30 دقيقه. ملي يقرب يكمل الطياب ديالو غادي نخرجو، وغادي نزينو بحبيبات ملونه ديال الشكلاط باش يحافظوا ليا على اللون ديالهم، لان الا زينت بهم من الاول كيطلق داك اللون ديالهم وما كيجيش الشكل زوين. هذا هو الكوكيز ديالي من بعد ما خرجته من الفران، دابا راه باقي سخون، نتلقى ان شاء الله في طبق التقديم. كان هذا هو الكوكي جيون اللي اقترحت عليكم اليوم. نتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم وتجربوها حتى نتوما لوليداتكم، لانها تستحق التجربه، خاصه ان المكونات ديالو كيف ما شفتوا راها صحيه. الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير، واللي مازال ما تابوناش في القناه يتابونا معايا. خليت لكم الراحه.